مزيونين بزاف وعمليين عوض ما تبقاو تجبدوا الشعر، يعني سهله بزاف كتدخلوها او لا كتخرجوها. في يعني خدام فقط مع الايفون مثلا غادي نشعلو، هانتوما كاين فيه الاضواء الديوان يعني كيختلفوا صراحه، فيه لوينات كيحمقوا هانتوما الالوان يعني. عرفتوا واش عامل؟ السلام عليكم، كيف نتوما؟ نتمنى تكونوا ان شاء الله بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هاد لا فيديو 5 5 تمام. شحال هادي ما عملت لكم هاد لي فيديو اولا المشتريات. فاليوم غادي نعمل معكم ان شاء الله مشتريات تيمو اكبر طلبيه، مهم طلبيه لا باس بها. عندي واحد طلبيه اخرى رفينا واحد الكرتونه غنوريها لكم ان شاء الله حتى الغدا. اليوم غنوري لكم فقط اللي عندي هنايا، صراحه باقي مشدوده متحمسه، غادي نعرف شني في وسط منا. بالنسبه للناس الجدد غادي نفرح بعدا الناس المغرب. ناس المغرب كنقول لكم الف مبروك عليكم، ماشي بحال الشركه المنافسه الاخرى، ما غنقدرش نذكر الاسم ديالها لان منافسه للشركه ديال تيمو. فبالنسبه للشركه الاخرى كيف ما كتعرفوا كتخلصوا عليها الجمارك. هاد الشركه الجمارك يعني ما كتخلصوش الجمارك نهائيا، والتوصيل كذلك يعني بالمجان، يعني كتخلصوا شي حاجه قليله بزاف. فصافي هذا هو الخبر السعيد اللي بغيت نقول لكم. حيت ديما كانوا كيقولوا لي سلوى واش كان غنخلصوا الجمارك، فكنقول لكم فزيد تاكدت مزيان المغرب ما عندوش الجمارك، المدن الاخرى ولا الدول الاخرى الله اعلم. فبالنسبه للناس الجدد فعندي لكم طبعا هديه، واحد الكود برومو غنخلي لكم ان شاء الله هنا. بالنسبه للناس اللي غادي يتيليشارجيو تيمو لاول مره، ما تيليشارجيوهاش من البلاي ستور وانما من الرابط اللي غنخلي لكم ان شاء الله في اسفل صندوق الوصف. غادي نعاود نكرر لكم مليون مره، بزاف الناس اللي كيقولوا لي سلوى ما كيخدمش معنا الكود. غنقول لكم علاش الكود ما كيخدمش معكم، لانكم كتيليشارجيو تيمو من البلاي ستور وماشي من الرابط ديالي ضروري، حيت الكود ديالي خدام الكود زائد الرابط ديالي. يعني الكود ما خدامش يعني في البلاي ستور وانما خدام من الرابط اللي غتدخلوا فيه او لا اللي غتيليشارجيو به الابليكاسيون عبر الرابط اللي غنخلي لكم ان شاء الله اسفل في صندوق الوصف. المهم الكود غنخليه هنايا تقريبا على ما اظن 30% ديال الخصم على جميع المشتريات. مهم ما نكثرش وما نطولش عليكم، غادي نكتشفوا طبعا شني كاين في هاد طبعا في هاد الميكا. بسم الله على بركة الله. بنت لي واحد حاجة ضحك، تقولي لي علاش كان ضحك؟ المهم غادي فأول حاجة كيف ما كتشوفوا هادو ها هما. هادو صراحة كنت طلبت منهم سبق لي طلبت منهم وعجبوني بزاف. هانتوما غادي نوريكم نفس اللون ديال العبايه اللي لابسه. هادو صراحه عرفتوا شنو كيعملوا للحك، يعني شنقول لكم واعرين 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 بزاف. غادي نخلي لكم طبعا الروابط اسفل في الفيديو في صندوق الوصف، اي حاجه عجبتكم غتلقاوها في الرابط اللي تحت. فغادي نشوف معكم ان شاء الله واحد تشوفوا واش عامل الكاليتي ديالو واعر واعر. مهم الحكاكه ديال الجسم بحال الوانطيسه يعني بحال ليغا. هانتوما وراه ما تحكوا. مهم طلبت منهم على ما اظن 4 هانتوما، جوج في البينك وجوج في الزرق. انا ما اظن وحده هكا في التحت. نفتح معكم شوفوا شنو هذا هو، صراحه ما عرفتش شنو هو هذا. ها هو ما شاء الله واحد الليغنس، شنقول لكم واعر 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 بزاف. واحد الليغنس، شنو هي الليغنس؟ واحد السروال اللي كيكون سروال ديال الشتوى وعندو شوفوا معايا مقطن من الداخل. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا، فكيف ما كتشوفوا معايا هو ليغنس يعني سروال ومقطن من الداخل. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نخلي لكم ان شاء الله الصوره الا تحت لي الفرصه، غنخلي لكم التصويره هنايا. يعني هو من برا ليغنس عادي وكيف ما كتشوفوا يعني مقطن من الداخل، يعني ما شاء الله الشتوى هيدا مثلا مع شي كسيوه هيدا شتويه ولا مع شي قميجه شتويه ولا. غادي نفتح معكم هادو هما، صراحه ما طلبتهمش لراسي طلبتهم لبنتي، كيجيو عوض ما تلبسوا طريبش يعني كيكون مغطي الراس كامل. هادي هي كتجي بحال باندا، صراحه كتجي مزيونه بزاف. هانتوما ديال الراس، وصالحات صراحه كاليتي واعره واعره بزاف. كاين هذا ها هو في الجري، و
عندي تحت كتلبسوا في المشطة. كاين واحد اللون اخر ما هو قهوي سميتو هذا اللون خاكي. بالنسبه للطايفه طايه ستاندرد يعني كيسخنوا الودنين وفي نفس الوقت يعني بحال طريبيش هو ماشي طريبيش يعني باندا انتوما. هذا هو شوف الكاليتي ديالو صراحه واعره بزاف. هذا صراحه هذا اللون ها هو والكحل كيحمقوا انتوما كتجبدوا يعني كيجيو هكذا على الراس. صراحه ما كنتش عاقله شنو طلبت. غادي نشوفوا هذا هو كاين في هذا اللون ها هو انتوما. مهم دابا ما نقدرش انا نلبسو حتى نوري لكم ان شاء الله في اللبسه كيفاش كيجي. كيجي واعر 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 بزاف هانتوما. كاين في هذا اللون ها هو الوردي كاين في اللون في البيج. غادي نخلي لكم كذلك الصوره ديالو وطلبت في البلو مارين. البلو مارين نخلي لكم كذلك الصوره ديالو هنايا وكذلك اللون في الجري غنخلي لكم ان شاء الله الصوره ديالها هنايا. غادي نفتح لكم الجري صراحه هانتوما. المهم غادي نخلي لكم ان شاء الله في الصوره نوري لكم كيفاش كيتلبس صراحه في ها هو صراحه مزيون بزاف. ها هو كبير والثوب ديالو كيتجبد الاستيك. غادي نخلي لكم كذلك الصوره ديالو هنايا ان شاء الله كيفاش عامل اللور ديالو هانتوما كبير. ها هو وهنايا هيدا كما كتشوفوا بونيت. غنخليكم ان شاء الله هنا في هنايا في الجهه ديال الشمال باش تشوفوا كيش كيكون في اللبسه. وحده طلبتها صراحه لبنتي وحده طلبتها راسي. شوفوا هاد المشيطات هما صراحه كنت شفتهم في واحد الموقع اخر الموقع اللي طبعا مناسب منافس للموقع ديال تيمو والثمن ديالهم صراحه غالي على تيمو. تيمو صراحه عندهم واحد الثمن مناسب. شوفوا معايا هاد المشيطه ها هي. مهم انا طلبت جوج الوينات طلبت في البينك وطلبت في البيج. غادي تشوفوا معايا شوفوا معايا دابا هذه مشطه هانتوما. هذه مشطه مي غادي نعمل لها هيدا هانتوما ها هي كتولي مشطه. ها هي دابا هذه مشطه مي كنسكي على هذا لتحت هانتوما. الجميل فيها يعني ملي كتمشط الشعر ديالك كتمشطوا الشعر ديالكم باش ما كتبقاش ديك الشعر ديك الشعر المتساقط ولا ديك الزيادات الشعر لاصقه هنا عوض ما تبقاو جبد ما تجبد جبد ما تجبد. الحل ديالها ساهل غير كتهبطوا هيدا صافي. السنينات اولا المشيطه كتدخل كيبقى الشعر على برا يعني كترمي لك الشعر على برا اوتوماتيكوم. هذه الصراحه حمقتني وقلت غادي نطلب وحده ليلي وحده لبنتي صراحه ديالهم. وهذا الثمن صراحه اش غنقول لكم ثمن واعر واعر ما غادي يصدمكم الثمن غيصدمكم خاصه بالكود برومو اللي غادي نخلي لكم ان شاء الله انا هنايا في صندوق الوصف وكذلك هنايا في هذه الجهه في الاول ديال الفيديو. فغادي نقدم لكم ارخص يعني بكثير يعني عوض ما تبقاو تجبدوا الشعر يعني سهله بزاف كتدخلوها اولا كتخرجوها وهانتوما هانيتو ديك الشعر اللي كيكون لاصق ومعقد في وسط منه. غادي نشوفوا الباك اخر هادو اللي عاملين طبعا تريند معروفين بزاف يعني غنيين عن التعريف كذلك في موقع اخر غاليين 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 غتلقاوهم من عند تيمو بواحد الثمن ما نعاودلكمش واحد الثمن خيالي. شوفوا معايا ما شاء الله هادو هما طلبتهم لبنتي هانتوما. هادو هما خلايل فشكون اللي باقي ما طلبهم وشكون اللي باقي ما كيعرفهمش فمعروفين بزاف. اللوينات صراحه اللوينات صيفيين هانتوما يعني هادو المقبطات ديال الشعر. شوفوا الباك اخر هذه هي صراحه بالنسبه للدراري الصغار اللي عنده الدراري الصغار كيمشيو كياخذوا معجون الاسنان الكولغات كيبقاو عصر 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 كيتخطنوا الدنيا كيوسخوا الدنيا اولا النهار اللي كيكون صافي مسالي كتضطر انك تزير. هذه هي ديال معجون الاسنان لو المعجون ديالكم هنا هانتوما كتدخلوه هنا كيكون هيدا محطوط وانتوما كتبقاو تلويو كل ما لويتيو هو المعجون كيخوى وكيبقى يطلع لكم يعني كيطلع لكم معجون الاسنان يعني اوتوماتيكمون فهمت. وهادو طبعا غنيين عن التعريف. هذه هي ديال الضفيره ديال الشعر يعني هاد الباك فيه ثلاثه ورخيص رخيص بزاف على ما اظن ما كملاش اورو ثم يعني غتنقم لكم قل من اورو يعني قل من يورو
صراحه مزيون المعامليه، شريته مع البنت الصغيره. كاينين في اللوينات، كاينين في الصفر على ما اظن، هذا اللون هو اللي لابسه انا في البيج، كاينين في الكحل وكاينين في القهوي. بحكم انه الشعر ديال بنتي قهوي انا شريت ليها القهوي. غادي نوريكم هادو، ها هما هاد البلاستيكات ها هما. واخا بغيت نشرح ما نقدرش نفهمكم، غنخلي لكم ان شاء الله الصوره. هادو شريتهم السياره ديالي ملي كتكون الشتاء. فبالنسبه لاي سياره ملي كتكون الشتاء، المرايا اللي كيكونوا على برا، المرايا كيوليو حالتهم بالماء بالنقط، وما كتقدروش تعملوا يعني تلاحظوا، يعني تلاحظوا مزيان، بحكم انه كيكونوا منقطين موسخين بالماء. هادو ها هما، كتمسحوا المرايا ديالكم وكتعملوهم فوق المرايا. هذا ماشي لون ازرق، باقي هذا الفولي باقي نحيدو له، كتلصقوه فوق المرايا. واخا طاحت صبات الشتاء كتبقى المرايا منقيه يعني يابسه، فهمتوني كيفاش؟ غادي ندوز معكم لهذا الكحل. ها هو صراحه ما عمري ما جربته، ولكن بقوه الكومونتيرات والتعليقات اللي كتبوا عليهم الناس بانه مزيون بزاف، واتر بروف، يعني واتر بروف انه مضاد للماء. هانتوما الباك فيه ثلاثة ما شاء الله، هانتوما ثلاثة. غادي نخلي لكم كذلك الصوره ديالو هنايا، اللي بغيتو تدخل طبعا صندوق الوصف. هانتوما ما تحتاجوا لا منجره لا والو، يعني كيطلع بيدو. هانتوما كيف ما واضح في الفيديو. غادي ندوز ان شاء الله لهذه، هي اللي معدله بسنايل كولاجين، معدل هذا الميكاب ولا هذا الفونديشن. ها هو معدل بالمخاط ديال الحلزون. هذا مكياج وكتبين عليه كذلك، رخيص رخيص بزاف. هذا ها هو كتجي معها واحد البروبا صغيره، يعني هذه هي بحال مهم، يعني المنتوج اللي فيها الداخل يعني كتجربوها. هنايا كتجي هذه هي هاد السبونج، ها هي بحال مشروم كيف ما كتشوفوا معايا. هاد السبونج ها هي كتبقاو تابليكيو بها الفونديشن. عندكم هنايا مرايا، صراحه رخيصه بزاف، ولكن المبالاج ديالها وهذه ديالها كيبان بحال تقولوا ميكاب ديال 50 60 ديال الاورو. المهم ها نتوما غادي نتكيو عليها هيدا، لانه هنايا مكتوبه مرسوم واحد البصمه انكم خصكم تضغطوا. ان فوا كتضغطوا على هذه اللي بايطه كتطلع معكم شويه، وكتقلعوها ولا كتقلعوها بهذا الشكل. ها هو صافي، كيكون عليها واحد البلاستيك هنايا هانتوما، هذه ها هي، وكتضغطوا بهذا الشكل. ها هو ترسم لي الشكل ديال الفونديشن هانتوما معايا، هانتوما التغطيه ديالو، يعني ديك القلم الاسود تقريبا غطاته، يعني التغطيه ديالو جد جد جيده، والريحه ديالو صراحه ولا اروع. هذا كيف ما قلت لكم، هذا رقم جوج اللي طلبت، كاين رقم واحد ورقم جوج. علاش شريتيهم؟ المهم شريتو لانه عجبني اللوين اللي عندي، لانه عندي واحد البوركيني في اللون فيه الزرق والكحل. هادو هما كيتلبسوا ديال البحر انتوما، يعني ديال الماء، ماشي طربوش عادي، ماشي كاين واحد البوركيني اخر. غتقولوا لي تقولوا لي علاش حاطط البوركيني دابا، راه رجعتي صافي غادي تجي المشتا والشتوى. صراحه ما نكذبش عليكم، هذا كان عجبني، كنت غادي نشري شحال هادي من الشركه المنافسه، وبديت كنعدي ما شريتوش. مهم وانا نتصادف بانه هو عند تيمو الثمن صراحه جد جد مناسب، صراحه كيحمق واعر واعر بزاف. غنخلي لكم ان شاء الله اللبسه كيف كيجي في اللبسه، صراحه كيحمق مزيون بزاف. المهم هذا ليغنس ديالو، شوفوا معايا، شوفوا الكاليتي ديال ليغنس، ها يعني شي حاجه اللي ولا اروع ليغنس. و هذا المايو ديالو من الفوق ديالو، كتجي معاه الفليده ديالو بهذا الشكل. ها هو شال كبير، كتقدروا تعملوه يا اما فوق الراس، ولا كتقدروا تعملوه مثلا كتربطوه هيدا بالنسبه للناس النساء محجبات. المهم غادي نخلي لكم ان شاء الله اللبسه ديالو، عرفتوا كيش كتجي؟ كتجي كتحمق واعر 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 بزاف. المهم مزيون الصراحه. صافي كيف ما كتشوفوا معايا، بالنسبه لهذا ها هو، غادي نوريه لكم فقط غير بالزربه. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنا الساعه. بالنسبه للتليفون العادي فما كيتيليشارجاش به، ما كيتشارجاش. هانتوما هذا التليفون العادي، الايفون هو عندي في يدي، يعني خدام فقط مع الايفون. مثلا غادي نشعلو، هانتوما كاين فيه الاضواء الديوان، يعني كيختلفوا صراحه، فيه لوينات كيحمقوا هانتوما الالوان، يعني كتعملوا ضوء خافت او لا هيدا. مهم كتبدل اللون كيف ما كتشوفوا معايا.
الالوان فيه غزال الصراحه. هانتوما كتقدروا تعملوا منبه ديال الصباح اولا ديال الفجر الا بغيتوا تنوضوا تصليوا الفجر، كتشعلوا البلوتوث وكتعلقوه مع هاد الكيغيت اولا مع هاد بحال المهم ماشي اليكسا ولكن تقريبا بحال اليكسا، كتسمعوا القران ولا الاغاني فالصوت ديالو خافت يعني ماشي مجهد بزاف. لونسومبل واحد لونسومبل صراحه مزيون هيدا، تقدروا تلبسوه في الدار تقدروا تلبسوه لبرا، ما تديوش على هاد الديباردور، ها هو قصير ولكن راه عنده الجاك ديالو من الفوق والكاليتي ديالو صراحه رطيطه ومزيون. هذا على ما اظن رقم ام عنده. هانتوما كيف ما كتشوفوا السروال ها هي، هذه الفيست ديالها، هذه الفيستا هانتوما فيستا طويله يعني كتكون طويله. هانتوما هذا صراحه واعر 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 بزاف، كيحمق كيجي في اللبسه خطير خطير. كتلبس طبعا مفتوح بالنسبه لهنايا راه مشدود كيف ما كتشوفوا، كيجي طويل هانتوما كيجي طويل وش غنقول لكم صراحه كيحمق. شوفوا التصاوب ديالو كيفاش عامل هانتوما، غادي نخلي لكم ان شاء الله المانكا هنايا كيفاش كيبان عليها. بالنسبه لهاد الريبيكا هي كاين في هذا اللون، ها هو كاين في اللون في البيج وكاين في الكحل، خارج صراحه طوندونس. ما كنت زعما انني نطلبه ولكن شفت الناس كيف ما قلت لكم، انا دائما قبل ما اشري الحاجه دائما كنقرا التعاليق ديال الناس شني كاتبين على الحاجه، واش الحاجه مزيونه او لا ولا مش مزيونه. شوفوا معايا ما شاء الله هذا هو، عرفتوا كيفاش عامل؟ مهم هانتوما عنده هنايا زضيفه في اليد، شوفوا الكاليتي كيفاش عامله ما شاء الله مزيون. هذا غير شريوه، هذا شريوه ما غتندموش. صافي هانتوما كيجي طويل، كيجي طويل طويل حتى للركبه، هانتوما حتى للركبه والصراحه سخيخين. مهم الحبيبات ديالي المهم تديوش على دروينه كامله اللي عندي. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم. ما تنساوش طبعا تيليشارجيو لابليكاسيون وتستغلوا الكود برومو، غنخلي لكم ان شاء الله جميع المشتريات في صندوق الوصف، حاجه بحاجه عجبتكم دخلوا وشريوها وانتم عندكم مغمضين صراحه الاثمنه خياليه، زائد الرقم ديال الكود برومو زائد الجمارك ما كايناش يعني. يلا الحبيبات ديالي كنقول لكم نتمنى ان شاء الله يكون الفيديو اليوم نال الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم.